المطعم والمطعم ايضا صح، ولكن الو حلو 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 لا 188 يعني باقي لك ايش كثر؟ 12. طيب خلينا نشوف السؤال الاخير اللي ممكن يجيب لك ال 12 نقطة لو لا، لأن أنت ماخذ 10 على السؤال الأول مو؟ وماخذ يعني ماخذ صفر هبة. أنت نقول يا الله يا الله نقول يا الله يا الله. شلون قلبك؟ شوية متوتر. متوتر؟ إن شاء الله. شو مبين متوتر هواية؟ هواية يلا ما يخالف، عندك فالون؟ إيه. يلا ما يخالف، إذا همين إذا ما فزتوا همنا الجولة يعني حلقة أخرى ثالثة إن شاء الله، يعني باكر يعني إن شاء الله إن شاء الله. قول يا الله إن شاء الله ماخذين آه إن شاء الله اليوم ماخذين اليوم ماخذين إن شاء الله يا رب. السؤال الأخير الخامس الخامس يقول اذكر شيء تلبسه بيديك. قال السترة كان خطأ هبة، وأنت قلت الساعة. الساعة ممكن أن تلبس الساعة باليدين هنا وهنا، وكانت الإجابة ليش بتباوع؟ دباوع يا الله اليوم صحيح دباوع. لا مو صحيح، لأنه ما تلبس باليدين لربما، ما أعرف أني الكمبيوتر شي يقول شي يجيب لك نقاط. يلا عاد ساعة قطعت الساعة قلت تقول ساعة قطعت وينه؟ وين الساعة؟ طبعاً الساعة السير مال الساعة انقطع ما طاهر، وهذا السير اللي انقطع هو اللي خلاه يفوز، لأنه لما انقطعت خلاها بجيبه. فإجا السؤال شنو الشيء؟ احتفظ بيها هاي، لأن هاي جابت لك الفوز. هاي هدية من زوجتي. يا الله يا الله. نقول مبروك لعائلة لحيالي هذا الفوز اللي احنا كنا نتمناه حقيقة، يستحقوه، تعبوا وصلوا، ولكل من يجتهد عليه ويجب أن يحصل على شيء، واليوم حصلوا على جائزة قيمتها 10 مليون دينار عراقي. مبروك لعائلة الحياري هذا الفوز، مبروك طاهر، تستاهلها 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 ألف ألف.